طيب أذكر لكم هذه الفائدة، اسمعوا. ورد في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج مصبحا يعود مريضا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له مخرفة في الجنة، بستان، مخرفة يعني بستان في الجنة. وهكذا من خرج مصبحا، يعني من خرج مصبحا يعود مريضا، أو خرج ممسيا يعود مريضا، كان له هذا. لهذا كان الناس في الماضي يبكرون في عيادة المريض، كانوا يخرجون بعد الفجر. ليش؟ مشان ياخذوا فائدة أكبر، لأنه إذا طلعوا من بعد الفجر، من خرج مصبحا، الصبح متى يدخل؟ بدخول وقت الفجر، وقت صلاة الصبح. خلاص صار الصبح، مش يعني الصبح الساعة 11 لما بتفيق من النوم، شو الساعة 11؟ لا، يبدأ بصلاة الصبح. كانوا الناس مشان ياخذوا فائدة أكبر يطلعوا بعد صلاة الفجر لعيادة المريض، لأن الوقت من بعد الفجر إلى المغرب أطول، أو من الساعة 11 و12 و1 و2 و3 للمغرب أطول، من الفجر للمغرب أطول. فشو بيكون استفاد؟ 70,000 ملك عم يستغفروا له من الفجر حتى المغرب، بيكون استفاد فائدة عظيمة، ما هيك؟ والملائكة كلهم أولياء، ف70,000 ملك بيستغفروا لك، مش أولياء عاديين، أولياء ملائكة بيستغفروا لك من الفجر حتى المغرب إن عدت مريضا أخلصت لله. وانتبه، بتزور مريض بآداب الزيارة، مش بتروح بتفضي كل همك وغمك بقلبه وبراسه بدينته بينفلج، بتزور مريض بقصد التخفيف عنه بآداب الزيارة، مش بتبقى عنده لتطلع بجنازته، إنما بآداب الزيارة تنفعه، تحكي قدامه شيء خليه يقوى رجاؤه، يقوى رجاؤه، وتذكر بعض الفوائد أمامه، تدعو له يتنشط على الخير، ثم تنصرف من غير إزعاج منك له، بدون ما تكون أنت مصدر إزعاج لإله. طيب اسمع، رحت من الفجر زرته، لك 70,000 ملك بيستغفروا لك إلى المغرب، طيب من بعد صلاة المغرب 70,000 ملك بيستغفروا لك إلى الفجر. ومن خرج ممسيا يعود مريضا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة. سؤال، انت اذا بيقولوا لك لك متر متر بمتر براس النبع وفيها شجرة يابسة، تركض عليها ركض ام لا؟ طيب مخرفة في الجنة، بستان في الجنة، و70,000 ملك بيستغفروا لك، فلماذا تهمل هذا الخير؟ ولماذا تترك هذه الفائدة وهذا النفع؟ يمكن يكون المريض بالبناية اللي قاعد فيها أنت، يمكن يكون المريض بمستشفى المقاصد، يمكن المريض يكون بالزاروب الثاني، فما تفوتوا على حالكم هالخير، لا تفوتوا على أنفسكم هذا الخير. الرسول عليه السلام كان من عادته أنه يتفقد أحوال صحابته والفقراء، يزور المرضى في بيوتهم، وكان من أخلاق وتواضع الإمام الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه أنه يخرج من قريته من أم عبيدة إلى زيارة المريض إلى مسافة يومين، يومين سفر ليزور مريض ثم يرجع إلى قريته. وكان من أخلاقه رضي الله عنه أنه كان يخرج من قريته إلى الطريق العام فينتظر الأعمى الذي يمر في الشارع، يأخذ بيده
ويمشي هو معه يوصله حيث أراد، يوصله حيث أراد. هذه أخلاق سيدنا الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه. فإذا ينبغي أن لا نترك هذا الخير، ينبغي أن لا نترك هذا الخير. عيادة المريض 5 دقائق، وربما أحيانا على الواقف بدون عود، فلا تضيع هذا الخير. من خرج مصبحا يعود مريضا، خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له مخرفة في الجنة وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وأشجار الجنة ساقها من ذهب لا ينفد ثمرها ولا يجف ورقها ولا تخرب ولا تنقطع فائدتها، لا مقطوعة ولا ممنوعة، هي في كل لحظة، في أي لحظة تشتهي تحصل عليها. طيب شوفوا يا أخواننا، كرمال غرفة بالدنيا بعض الناس بيشتغل 20 سنة، بستان في الجنة، والجنة كل ما فيها فرح وسعادة ونعيم وهناء إلى غير نهاية. فلماذا لا نقبل؟ واللي عم بيستغفروا لك ملائكة، أولياء، أطهار، عباد الله المكرمون. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم تب علينا وارحمنا واهدنا وسامحنا وأصلحنا واختم لنا بخير وبكامل الإيمان. اللهم أكرمنا برؤية حبيبك محمد واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارحم موتانا المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين، اللهم الطف بالمسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم عجل بالنصر والفرج يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى وعند حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، واختم لنا يا ربنا بالتقوى، وأحينا على السنة وأمتنا عليها وابعثنا عليها، وأحينا حياة طيبة وأمتنا ميتة نقية. اللهم تقبل منا بجاه سيدنا محمد وبحرمة القرآن وبسر الفاتحة.